السلام عليكم أجول، مرحبا بكم من جديد. أنا دابا كنتواجد في السونتر ديال العاصمة مدريد، في السونتر. غادي نصور لكم معاه تاني شوية ديال المناظر هنايا بلاتي نبداو. لوخا يثمان شقاي كور مدريد العاصمة، يعني قاقي العاصمة. لوخا مرض زيم أتطوري من قلت الفاز، خصوصا مش طيع ريال مدريد باش لعب بحال ليغ، يعني لعب شين كوبان الشامبيون. أقام هادي تسمن خوك السينا يلعب لين تما، إيوا زيد شكرك على راسك وفهمي ضايق جديد. المهم ونعقب مني اقشو مثلا انت ورنيتي المتحف ديال المتحف معروف تاع فنديس ناشين، وجينا قاعد القهوه باش انت حتى تسالي ديال القهوه، نيت خرجت 15 شهور وما بشعر وين انت قاعد جنب بني وسينا شي منايين وين يقف ذري بنك تما البنك الاسبانيه مقنقع قاعد دبقع هنا اقس ودي واقيلا شي درهم طبقه سودي نموض ذني تي بوخو منيا ماشي لعب حشين كوبر ريال مدريد كيبوني ريال مدريد ذي تسن تحتفل نلعب ني تما خاطر في الجمهور تاثني وكمان انت عمان السندربين وحاشكم يثني من هنا. المهم قفا وين دور المدريد دابا الاخوان حين كتلعب فرقه ريال مدريد حيت كانت كتلعب كتفوز كتربح شي كوبا لا ليغا ولا الشامبيون ولا كوبا دي راي، وكتلقى اللعابيه ديالهم كيحتفلوا هنايا كيجيو كيحتفلوا هنايا في هذه المطعه هذا، والجمهور ديالهم كينقصوا تماك في هذاك الماء في ذاك الماء. والمهم هذاك البني اللي كتشوفوه هذاك هو اكبر بنك هنايا في سميتو البنك المركزي ولا سميتو ديال اسبانيا. كاين شي ثلاثه الطبقات تحت الارض، وهذا واحد المتحف ميوزيوم، والفوق منه كاين واحد القهوه كتشوف مدريد كامله باش كتدخل عنده كتدخل بالفلوس. المهم هي هذه هي مدريد، هي هذه هي السونتر ديال مدريد. كما قلت لكم قبيله كندير واحد المجهود كبير باش نهضر بالعربيه لحقاش انا لساني لسان امازيغي. دابا هذا الاخوان هذا البني هذا هو لابوست البريد، وين تيسمح لنا دار البريد دار البريد لابوست. روح نمشي نكمر الدور النوضي نتاي غير وسط اسبوني في شكل ماشي شتوري نتصور لا لا في شكل ساقا باش نتذكر شنو اي قولي يسمح لنا ربني ملاقاه ميليتار غوردي سيفيل وقيلا جدرمية ما تدارك مع البوليس. المهم المهم شنو حاجه تقول لنا شنو الاصلاح اروح ما يضاحك حق مدريد اما ياك عدرن هاتوما الاخوان شوفوا على حنا كيديروا شي اصلاح في المدينه ولا في الشارع كيف كيعملوا. شوف الطريقه كلشي دايروا لنا الحواجز الوسخ الزبل هذاكشي كيجمعوه في ديك الحاويات. المهم عندهم الخدمه نقيه مزيان. ها انتم شوارع ريال مدريد بعدسات مراد احنكا. ها انتم الاخوان متروبوليس تود هاكا شو ما يسمح لهم متروبوليس تود المدينه هي رغم ان يكون شي الشوارع المذرية السمين ديال الحديد. روح لنا يروح نجي هناك مليح هناك روح خميس عاد ويوضن بزاف انك ضاعت الصبح هذه انك خاص تجي فين دي المهم ويكاند يا انك ما تسمي لي تيرين البرشا ما جمعتش والله باش هانتوما الاخوان انا باقي في السنتروم ديال مدريد اي ثمان شعار قال انت السنتر كور مدريد ونتي ان يوم اثنين خوين الاوتيل توري منين تبارك الله لو غايت معنا نخضر دوم هنا وانتي قناص سول انك سيت كوماسات ما ما خصها تحسب زي مدريد سيت انطلق يعني زيرو كيلومتر يعني ساعه بدا انت وغتحسب هذا الحساب قام زي سته بعد زيرو مثلا قدا قام زي سته ايطاليا ذين قدام زي سته سبا تاع المريض ذين قدا. المهم تما المركز يعني نقطة المركز زور. المهم قام هنا يذبح من دوري موهيكا نمشيو نداها قد نوروبا الصباح تبح المليح ذاكيس لازم غادي يسير من هذا من ذاكسين هذاك بزاف مسايين تما المليح عقل نداني تيو تجي نشكي واحد النق يعرف ولكن عاود مخذ فهم مني ثاني مسايين عاود تما تحفني بزاف الله يحسن عاون عارف ان انا المغرب ثاني مسايين تباحين بزاف واش ماشي ندير في الدنيتي
من النيوز ما شخص سيور الروخ من اني تحوجعات من بعد وخا تفن سيور خماني ان شاء الله كيشين فيديو تما الوقت المناسب للمكان المناسب. كما قلت لكم الاخوان غادي نترجم لكم شنو قلت دابا بالريفيان. دابا هنايا في اوروبا مزيانه بزاف عندهم هنايا شي مسائل زوينين اللي ما تقدرش تلقاهم في بلادنا في المغرب، ولكن عاوتاني كاينين شي مسائل عاوتاني زوينين بزاف في بلادنا في المغرب اللي ما تقدرش تلقاهم هنايا في اوروبا. يعني هنايا الجانب الايجابي وهنايا واحد الجانب السلبي، وحتى عاوتاني في بلادنا كاين جانب ايجابي وكاين جانب سلبي. المهم كل بلاد وعندو الخصوصيات ديالو. دابا الاخوان هاد المطار هذا كتدخل كتهول لتحت كتلقى تماك التران مترو، المهم بزاف ديال الحوايج. يعني كما كتشوفوا الفوق كاين مدينه ولتحت كاين عاوتاني واحد العالم اخر، يعني كاين المدينه وكاين داكشي. وشوفوا الاخوان دابا لو غادي يسمح لنا دا شويه داكي مي كوشميا اللي هي جد ندير لنا ني شويه ديت مال المترا واه الترينات ديال 80 الترام اللي 80. المهم اقشوم العاصمه ريال مدريد، ناس العاصمه ريال مدريد العاصمه اسبانيا اشكال من هي اسمح لنا خلص ارجع ورا ولا كده ولا رجعني على من الاول زعما غادي نجي نعلم السنتي ناني اشكال اجي نسجل فوتو فوتو مليا. دابا الاخوان حين كتشوفوا في التلفازه في اسبانيا حين كيحتفلوا بالدخول العام الجديد السنه الجديده يعني راس السنه، حين كيحتفلوا كيشوفوا في الساعه حين كتوصل 12 ديال الليل وكيبداو كيديروا ديك الطقوس وداكشي ديال الاحتفالات. ها هو في هذا المطاع دنيت، ها هو ها هي كاينه الساعه تماك الفوق وهنا في هذه الساحه هذه كيجلسوا وكينشطوا كيديروا الحفله وداكشي ديال الاحتفالات بالاعياد الميلاد. لو غادي يسمح لنا وقوم هنا ونيتاي ماشي ديت تفوس جوج جديد نسن روحها غير روميا. المهم السنه الميلاديه ماشي ديت فين تتفارين 12 نجي وقت غير نساعد وقت احتفالنا طاجو المربع ديري 12 نجي باش هاد احتفلان اقشوم قوم هنا كي واق ها قد ساعتني ما يتجا وقت تتنا جمع ماشي زوين وقت السنه انت تشرب ني ماينه وقت احتفالان ديك المهم الا تنسى ماينه اقشوم كي الساحه هي ثاني تاي قوم هنا قال الصول اقشوم جو كيدا اجيس ايس ايس خصي يجينا في الجنة خصي فيان اجي تدي جبدا اي اسمح لنا وين يومثنا روخا عبد الوفي اني خاطر تقوم هنا وني طي توريست الناس تقول لي مانز كي سويرا سراكينا انك مزيان انت خش حاجه رحار انك حاقود طلب نشي بزاف انك سهوله ثاني انت سهوله تروح تقني داك مان ديك الشاي الحريه بزاف ديك من الماخس يا ديك من الماخس ني وخص نبو القيود بزاف. انتم الاخوان واحد الكنيسه خديمه بزاف زعما معروفه هنا في هذا مدريد هنا في السنتر. المهم انا كنعرفش السميه ديالها سال لا وقيلا باسا ديثو دي سان خينيس سان خينيس ملي المهم يسمح لنا نقشوا مجني الكنيسه اللي غادي مزيدها غير روميا لو خا يسمع غير نفذك يجوا مكان زعما معروف انك تتندك تشوارو وتشوكولاتي زعما يا خاص تتندك تنتي. دابا الاخوان غادي نمشيو واحد البلاصه معروفه هنا في مدريد كياكلوا فيها تشورو و ها هي تشورو وتشوكولاتي تشوكولاتيريسيا سان خينيس سان خينيس هم الكنيسه ايه لا هذه خير ما هو جينانس هو مش كان جينانس هو مو ني دي دي تتن صافي واش معليش واش معليش تتاش ملي كنت واخا نحا بلاصه مايور بلاصه ماي بلاصه مايور بلاصه هذا مقن اي بلاصه مقن اي العس اي المدينه ذاك اسبانيا غاس بلاصه مايور انس اه ايوا هذا سيغوبيا غاس بلاصه مايور مره حدا سلامانكا غاس بلاصه مايور فهمت اي فما هي ما بلاصه مايور سما راجل اسم ما معروف بزاف في اسبانيا في مدريد مي جيت اخش تفهمي علاش نشرح حاجه حاجه واخا روح مزيان ميا روح اي سما اسوي سما المهم اسير نهضر بالعربيه وبريفي بجوج باش تفهموا ماشي ديك شي اصلاح شي ندير داك انت نير بنان هما راه قد غير وسط ندين غير وسط ندين وباش يتميو لنا هو انسين ديال الشريعه واش نتوقع ولو وتموازين شي طنوس ندوس 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 اتفهم دابا الاخوان حين كيديروا الاصلاح ولا كيبنيو شي 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 دار في وسط المدينه في الشارع باش يديروا سيكوريتي يعني الراجلين باش تحل ما تحل لهم شي جاجوره ولا شي حديد هكا كيعملوا هذا النوع ديال السبوها سوري ديك الناس السبوها هي ثاني تا كيديروا هذه السبوها هذه هذا سميتو واخا بلاد مين ما شافهمش هو كيشوف هيدا
ودس فيه ما يتكسحش ما يتكسحش يعني دفوا شي توقيع والو شي تقسمو شي حاجه دورين كلشي غنلف في 50 سنه سيبو ما يجي صادوف يعني شدوا غامي تو غامي تبات افكار ما يتقش شي ولكن ملي كاغي الحديد ديريكت هنا هنا هذا يتيجا احنا يوقع شي حاجه ايوا ما هي دابا الاخوان غادي ندخلوا في بلاصه مايور كما قال لي الاخ هي اكبر بلاصه غادي تاكل فيها ساندويتش بكراميل ورخيص كيدير 3 د الاورو يعني 30 درهم لو غيت محنو بلاصه مايور ثانيتي انك اكبر امكان اكبر بلاصه ثانيتي اكستيف تشدك سوق ديو س 60 دو 3 اورو فوق ديو اسبوعيه شي 2 زوايا 6 زوايا الناس هنا كلشي ماشي قاس فوق ديو ولكن يثم في مركز الطنقي الحسيمه نايني ديورين الحسيمه قامس فوق ديوس أزمن ذا غيثياد نعاد سين سيمينز قومي أوتيل الأوتيل من كريستيانو رونالدو yeah. اللعاب من ريال مدريد yeah. قال لي الأخ شي سيمينة هادي شي أسبوع فتحونا أي واحد الأوتيل ديال كريستيانو رونالدو فين كتوجد داك الأوتيل؟ تمايا نمشيو دابا صح باش تشوف هاي ديك الساحة الصور كلشي هادشي قديم جديد واعر مزيون ايه هما توريست كياكلوا بوكاديوس قلت لك الساندويتش ديال الكلامات كرمال 30 درهم شوف اي واحد كياكلوا الناس اللي كانت تما مرتاح وهاجي باش نصور الاوتيل ديال رونالدو ديال رونالدو سميتو بيستانا 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 سي ار 7 سي ار 7 حيت هو الرقم ديالو ديال التريكو ايه ديال نتي الكيباخي ديالو انا حنزل الاوتيل اي حاجه اللي كتشوف هنا هي المطعم ديال الساندويتش ديال الكلامار يا كلشي هادشي ديال الساندويتش ديال الكلامار المغترب ما حنا ناخذ ملي كلشي المطاعم دانيتي يحمصنا عقل تقنا انت بقيه الكلامار ما تشدش حاجه ميجي معروف سي بقيه الكلامار ايه انشيجن واقيلا خويا انشيجن خويا على مولانا ديما ايه هو الاوتيل هذا مخفني شكل رونالدو هو هذا سميتو هذا هو اوتيل ديال ديال سميتو ديال رونالدو كريستيانو رونالدو بيستانا بلاصا مايور اوتيل هو كيف شويه هنا كيفاش نتشوف كاين شويه تبارك الله ما غاديش يخليونا ندخلوا ياك واه المهم اسمو غادي تجي نشينا هذا فتح نسوقكم من زكاي اخر ميزيرو خاطر غادي بزاف متابعين نو تجي باش نخرج رونالدو التقييم هنا ولكن ما تجي نشينا فتح نسوقكم فيه باش تزعم دابا حنا الاخوان في واحد الريستوران غادي نطلبوا الساندويتش بكرمال اللي قلت لكم معروف هنا في هذا البلاصه هذه لو غيت حنا قلنا غادي يجي الريستور هذا اخر كيجي المطعم كيجي حماص هذا الطلب ذا بقي ني سكرما هانتوما الاخوان اقشو ميثما موني بوكاديو كالامار تورتيا chorizo, machorizo, frito and grillada y fresco 6 euro para llevar. Oh, vas a mirar también francés, ¿no? Español también. Vas a mirar también español también, ¿cómo se trata? ¿Es que el momento de buscar yo tenía? Yeah. ¿Vale ya? Yeah. ¿Más más más? ¿Zal zal más? ¿Qué buscar yo tenía? Hman. Hman. Zed. Hman, ¿qué chufan? ¿Ana has nishtiqi jum? ¿Qué más quiero que tenía? Sar muluk. Palacio del Rey. القصر الملك يا القصر الملك الملك كان المهم خلينا نخوم نعاود شي حوايج خير القصر صح انتم الاخوان عطيني واحد السوق مواسقني السوق واش سميتو سان ميغيل اش السوق اللي محنو قناه سان ميغيل غادي نسوق واحد غادي تاكل هنا شي حاجه هكا هكا ياكلوا حتى صغيره شي ساندويتش شي كاسكروت المهم قال لي اي يوتيوبرز كيجي هنايا كيسول هذا السوق هذا بحال اللي كاين في سميتو في برشلونه بلاصة كاتالونيا بحالو نيت المهم الاخوان ما عندناش الوقت بزاف
غادي نديرو واحد الجوله خفيفه وصغيره وقصيره. لو غايت ماحنا غارب وروحت بزاف اقشومه فرماج زيتون الزيتون تصبوا هذا شوفها في واه ما هو مني هذا الطريقه الزيتون زعما غتقناه زعما خاصك الزيتون مراكش مراكش وانت زيتون لا مراكش مراكش زيد تقن فلفل اش تاخذ ديك الشاون يلا صافي تاكون تاكوس هاكوس فوالا ويناس هاكا شكون تشارو يتمحن هانتوما الاخوان تشورو سميتو الشوكولات كلشي عندهم هنايا ها الخبز المهم عامر هنايا بالتوريست هو ما يسمح لهم انا يا عماس توريست هو هو من وين وروح تدفع سواد السيس قاعد يخر هانتوما الاخوان دابا وصلنا للقصر الملوك كما قال لي صديقي قال لي كيحتوي على اكثر من 3000 غرفه او محل لو غيت معنا نقصد انت القصايع الملوك نيغمون داتيش جيدن نكديس خطا زيد التريف اي خامن خطا زيد التريف اي الموحل قيم في كيدي هذا هو مثل سوق اقشو ما يسمح لنا الساحه النيلو خيد النقان اي رقصة الملوك اقطوري ما توريست زعما مخت قيم نيتاي شي نهدو سكيت استمتع نصنع هانتوما الاخوان هذا هو محيط ولا الساحة اللي قدام قصر الملوك كيجي هنا التوريست من كل المناطق من كل الدول العالمية يبقاو معنا وصافي ما تقنطوش يلا يعني نزيوالو هي المهم دابا الاخوان غادي نضطر نحبس هذا الفيديو في هذا المقطع هذا ونبداو ثاني في واحد الفيديو جديد باش ما نطولش عليكم يلا مع السلامه واستناو الفيديو الاخر.